أيها السادة الأعزاء مشاهدو برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. اليوم نتحدث في موضوع جديد، نتحدث اليوم نحن في ظل الجمهورية الجديدة، الجمهورية الرابعة. طبعا تابعتم الزخم الإعلامي والزخم الشعبي الذي صاحب المنتدى الوطني الشامل. المنتدى الوطني الشامل تمخضت عنه دولة جديدة تسمى الجمهورية الرابعة. الجمهورية الرابعة خلاص دخلت حيز التنفيذ، الدستور طلع، ده الدستور اللي كنا منتظرينه، ده الدستور اللي كان مستنينه، دستور الجمهورية الرابعة ده هو الدستور، اليوم خلاص طلع وأصبح حيز التنفيذ. اليوم الحكومة خلاص شكلوها، الحكومة من مساء الاثنين يوم 7 مايو 2018 خلاص الحكومة اتضحت. الناس اللي بيقودوا الدولة في بقود الجمهورية الرابعة خلاص عرفناهم، فلان وزير كده، فلان وزير كده، فلان وزير كده، نعرفه خلاص. هل هذه الحكومة التي شكلت ممكن أن تلبي طموحات الشعب وأعمال الشعب الذي ينتظر الجمهورية الرابعة؟ الدستور الجديد الذي وقع عليه رئيس الجمهورية ودخل حيز التنفيذ، هل ما جاء فيه يمكن أن يخرج هذه الأمة من الكابوس ومن الأزمة التي تعيشها تشاد؟ بالفعل كثير من الناس تحدثوا عن هذه الأمور وقالوا تشاد الجديدة أو الجمهورية الرابعة ستختلف تماما عن تشاد السابقة، لأن تشاد اليوم تعيش بدون رئيس وزراء. بعد 20 رئيس وزراء، 20 رئيس وزراء شهدتهم تشاد منذ عام 1959، اليوم نختم برئيس الوزراء 20 وهو بايمي باتاكي البرد، يعتبر خاتم رئيس الوزراء، وفي عهده خلاص انتهت رئاسة الوزراء. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نستطيع أن نسير الدولة في العهد الجديد إذا كان هناك لم يكن موجود رئيس للوزراء؟ هذا الأمر أيضا تحدث فيه بعض الناس، ولكن الذي همنا اليوم نحن نفرح ونحن عندنا أسبوار، عندنا أمل كبير جدا أن تشاد الجمهورية الرابعة ستكون أفضل، ستكون تشاد مزدهرة، ستكون تشاد متطورة، ستكون تشاد متقدمة. ولكن أنا لا أريد أن أتحدث أكثر في الحلقة، لأن معايا ضيفين تقيلين هما بيتكلموا في الحلقة، واحد من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ وهو الرئيس أيضا مكتب كبير جدا من مكاتب الحركة الوطنية للإنقاذ، ومعي أيضا محاضر في الجامعة، دكتور محاضر في الجامعة أيضا من الجانب القانوني نستعين به في الحلقة. ولكن بداية دعوني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهما الأستاذ حامد جيمينو. حامد جيمينو مؤسس مكتب الدراسات والاتصالات لكوادر الحركة الوطنية للإنقاذ، والنائب الثاني لمنسقية تطبيق الثنائية اللغوية في تشاد. أهلا وسهلا بك أستاذ حامد. وعليك السلام ورحمة. كما نرحب بالضيف الثاني في هذه الحلقة وهو الدكتور أستاذ أحمد زغلوه، محاضر بجامعة الجمينة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. طبعا في المقدمة أولا دعوني أن نشاهد الروبورتاج أو نشاهد هذا التقرير الذي يتحدث عن توقيع رئيس الجمهورية على الدستور ودخول الدستور حيز التنفيذ، ونرجع ونتابع معكم هذه الحلقة، ابقوا معنا فلنشاهد معكم هذا التقرير. بهذا الطابور العسكري والاستقبال الحاشد من الجماهير خارج الصالة، وصل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى قصر 15 يناير للمشاركة في الحدث التاريخي والعهد الجديد للبلاد. كل هذه الجموع الرسمية والشعبية جاءت لتكون شاهدة على ميلادي وتسمية الجمهورية الرابعة التي تحمل الأمل للشعب التشادي وتدعو إلى فكر جديد وتوجه جديد. قول المتحدثين رئيس اللجنة العليا لإدارة الملتقى الوطني الشامل ومتابعة مخرجاته دلواكا سيريكا موكوي
الذي قال إن ميلاد هذه الجمهورية جاء بعد 37 يوما من نهاية أعمال الملتقى الوطني الشامل الذي كان منبرا حرا لمناقشة كافة قضايا الوطن وتحديد هويته السياسية وتوجهاته الفكرية ورؤيته التنموية. وإن هذه الجمهورية تعد نقلة نوعية لتشاد وشعبها الطموح الذي يحلم ببناء دولة قوية ذات مؤسسات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. بعد ذلك قام رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالتوقيع الرسمي على القانون الجديد لدستور الجمهورية الرابعة. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عدد في خطابه الضافي والشامل معالم الجمهورية الرابعة التي تحترم حقوق الإنسان وتسعى لبناء المؤسسات القوية الفاعلة وتدعم وتقوي الديمقراطية وتعزز السلام والأمن والاستقرار وتحارب الرشوة والمحسوبية، بجانب إعلانه العفو العام عن كل المعارضين والخارجين عن الشرعية بالعودة إلى حضن الوطن وبنائه بيد واحدة وقوية وقلب نظيف، لأن الوطن لكل التشاديين ويسع الجميع. أيها السادة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم مجددا. أهلا وسهلا بكم مجددا. سيادة المدير، نبدأ معك الحلقة. طبعا تابعت معنا خلال الأسبوع، خلاص الحكومة الجديدة شكلوها، الدستور دخل حيز التنفيذ. رأيك شنو في الحكومة الجديدة اللي شكلوها، وإنت بصفتك أيضا رئيس مكتب من مكاتب الحركة الوطنية للإنقاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك الأخ علي في الاستضافة. خلينا نرجع للوراء، لأنه دستورنا، دستور الدولة، كان شيء متخذ من زمن الاستعمار، في أشياء قديمة، دستور تابع لعصر أصلا فات، لعهد أصلا فات. نحن في عصر التكنولوجيا والنهض، فشان لا في برنامجه السياسي لفخامة رئيس الجمهورية، كان في برنامجه السياسي إنه تغيير شكل الدولة، أهد به الشعب، وكان ده برنامج الانتخابي والناس انتخبوا عليه. لما انتخبوا عليه كنا بنرجع إنه يوفي بأهده. هو برنامج سيادي منتخب عليه، ممكن يقرر في تغيير الدستور، لكن طالب بإنه يكون في منتدى شامل لكل التشاديين على أساس إنه يناقشوا في برنامجه السياسي اللي هو الوضع اللون ده. كان في برنامجه إنه يكون الدولة تكون دولة فيدرالية، لكن نحن في المنتدى الشامل كشعب كشباب ناقشنا إنه الفيدرالية ما بتصلح لنا، فبتشتت من الوحدة الوطنية، فهو رجع للشعب، رجع لنا في الأساس إنه يكون الدولة دولة موحدة، تكون دولة لا مركزية. فشان ده التغيير ده ما حاجة قريبة، ما تغيير جابه هو لوحده، تغيير الشكل بتاع الدولة الرابعة، دولة الشعب التشادي، دولة البرلمان التشادي، الناس كلها اختاروه. فشان ده في التغيير الحصل ده هي وهود وعد بها لشعبه. التحصيل الشيء الحصل في تغيير الحكومة ده كلام وعدنا به، وما كنا متصورين إنه يكون في تغيير جذري بنفس الصورة. التغيير حصل، معناته هو أوفى بعهده. في المؤتمر في المنتدى الشامل كان خرج بستة مخرجات، تمام، من بين الستة مخرجات هو شكل الدولة.
إعادة الإصلاح المؤسسات الكبرى للجمهورية. الإصلاح من أجل توطيد السلام والوحدة الوطنية. تمام. واستقرار دولة القانون ذات الإدارة الرشيدة. تمام. في الإصلاح القضائي، في النهوض بالمرأة والشباب. تمام. دي مستخرجات المنتدى وقال بتطبيقها كلها على الحرف. تمام تمام. بالنسبة للحكومة شفتها يوم الاثنين اللي شكلها الحكومة دي، هل الحكومة اللي شكلها دي تشايفها دي الحكومة اللي ممكن يرتجع منها، أو ممكن دي الحكومة اللي علق عليها الشعب أعماله وممكن أن تخرج الشعب من الأزمة اللي بيعيشها حاليا الحكومة، نظرك للحكومة اللي شكلوها؟ نعم سيد أستاذ علي، الحكومة ده نفس بتاع الشعب. ده اختيار المنتدى، المنتدى الشامل، أن الناس طالبوا بتغيير جذري، ما كان متوقعين الناس أنه يكون في تغيير جذري بنفس الصورة. تمام. والتغيير الجذري حصل، معناته فخامة رئيس الجمهورية الوعد اللي عليه هو سوا، اللي بيفضل في شنو؟ في العمل، في الشباب والشابات. الناس اللي هو اختاروا، الناس اللي اختاروا كان في وعد للشباب وفي وعد للمرأة. صحيح. في اتزاع امرأة في الحكومة. صحيح. من اتزاع ما بينهم 8 وزيرة، في واحدة أمينة للدولة. فالتغيير هو حصل، بتطلب من الناس الجابون هم يغيروا الشكل، لو ما غيروا هو قاعد بالمرصاد. هو قاعد بالمرصاد لو ما غيروا الناس. فشان ده ننتظر الأيام الجاية، ونحن متفاعلين بأنه هذا التغيير هيجيب النفس والصعداء. تمام، ننتظر الأيام الجاية. دكتور بالنسبة لكم أنتم أيضا رجال القانون، لديكم قراءة للمشهد السياسي اللي موجود في تشاد حاليا والأشياء التي صاحبت الدستور الجديد، قراءتك شنو للمشهد السياسي الجديد الذي تعيشه تشاد حاليا؟ شكرا دكتور علي، أولا أشكركم الاستضافة، اسمح لي عبر هذا المنبر أن أهني فخامة رئيس الجمهورية الرفيق إدريس ديبي إتنو بتحقيق إنجاز يعد هذا الإنجاز الأوحد في القارة الإفريقية بل في العالم الثالث، هو إنشاء أو تأسيس الجمهورية الرابعة. فإذا لو سمحت لي أتمنى أن نأخذ بعض المحطات. تمام. أولى هذه المحطات اللي هي نبدأ بالجمهورية الأولى اللي هي كانت في عهد تومبلباي. هذه الحراك السياسي اللي كان في تلك الفترة كان حراك متناقض لشكل غريب جدا، وكانت هناك يعني الشخصنة في الحكم كانت موجودة. ثم وطبعا كانت النتيجة معروفة، جات عاشت في مرحلة من اللا استقرار، نزاعات، حروب وقتل ودمار وكل ما. بعد ذلك جاءت الجمهورية الثانية في عهد هابري، وكانت البداية طبعا الكل يعلم أن فترة هابري كان الحراك السياسي فيها شبه جامد، لأن كان المنبع واحد. فإذا لم تعطي هذه الفترة أو فرصة للشباب التشادي أو للشعب التشادي ككل للشراكة أو مشاركة الحكم. جئنا بعد 1990، جاءت الحركة الوطنية للإنقاذ وغيرت النمط السياسي في تشاد بفتح فرصة للتعددية الحزبية. تمام. إلى أن وصلنا إلى المؤتمر الوطني المستقل الذي انعقد في 15 يناير عام 1993، كل أطياف المجتمع التشادي اجتمعت وحددت الدولة، شكل الدولة التشادية. وتمخض عن هذا المؤتمر اللي هو دستور تشاد ل 31 مارس عام 1996. نعم. إذن هذه المحطات كلها أعطت أو يعني كانت يعني عبارة عن يعني مرحلة أو مراحل سياسية عاشت فيها تشاد ما بين الشمولية في الأولى وما بين الدخول إلى مرحلة الديمقراطية. فتم تأسيس الأحزاب وكل يؤسس حزبه وكل يؤسس جمعيته وكل يشارك، وهذا يخرج وهذا يقول لا وهذا وهذا وهذا، إلى أن وصلنا ونحن الآن في 2018، يعني
لابد من تغيير جديد. لأن الآن لو تنظر إلى المجتمع التشادي يكثر فيه الشباب. صحيح. والشباب له تفكير مختلف عن السابق. فإذا لابد من شيء جديد. صحيح. هذا ما جعل فخامة رئيس الجمهورية أن يدعو كل أطياف المجتمع في ملتقى وطني شامل لإصلاح مؤسسي جوهري. حقيقة ما طرح في البدء كان مختلف عما أخرجه المؤتمر أو الملتقى. فشكل الدولة ويعني مشاركة الأحزاب السياسية وما إلى ذلك، هذه محطات لم تكن موجودة في المشروع لكنها أدخلت. وكان فخامة رئيس الجمهورية أعلن وبكل صراحة أنه مع خيار الشعب التشادي. إذن نحن الآن نعيش في جمهورية رابعة، نعيش في دستور جديد، نعيش في شيء أخرجه المجتمع التشادي. إذن الناظر للحراك السياسي الآن يرى أن نحن في بداية أو في انطلاقة جديدة لحراك سياسي جديد تقوده الشرائح الشبابية والمرأة والمجتمعات المحلية. تمام، كلام جميل جدا. بالنسبة للدستور، الدستور الحالي، نستطيع أن نقول دستور عام 2018. طبعا أنت بصفتك كرجل قانون شفت الدستور، رأيك شنو في المواد اللي وردت في الدستور؟ رأيك شنو قراءتك للدستور بصفة عامة؟ لأن كثير من الناس تحدثوا حول الدستور وأنه دستور غني جدا، لأنه خرج من أفكار المجتمع، خرج من مشاركة كل أطياف المجتمع، خرج من الحوار والنقاش الشفاف المفتوح لكل شرائح المجتمع. إذن يكون مختلف. وأهم شيء فيه أن في هناك المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا مطلب دولي. صحيح. هذا مطلب دولي، هذا مطلب يعني حتى الأمم المتحدة بكل ما فيها تطالب بتحقيق الأمن والسلم الدوليين عبر احترام حقوق الإنسان. إذن يبقى هناك في آلية الآن، في آلية تتابع حقوق الإنسان، كما أن هناك دور أو وضع يعني الدستور أعطى فرصة للشباب. أيضا أعطى فرصة للمرأة. صحيح. أعطى فرصة للتغيير الإداري في تشاد. شوف معي، كان يعني عشنا فترة أن الوحدة الإدارية صحيح كانت مخفية تماما، اللي هي متمثلة في الكانتون أو الشيف دي كانتون، كان شبه مغيب. لكن الآن أصبح يعني الشيف دي كانتون ليس ممثلية تقليدية فحسب، إنما مشارك إداري، مشارك سياسي. وهذا حقيقة يعني نفس للتشاد الذي هو يعيش في الريف، يعيش في القرى، يعيش يعني بعيدا عن يعني ذوبعة العاصمة ومشكلات العاصمة، يجد نفسه أمام يعني الشخص يفهمه، يفهم قضاياه، يستطيع أن يتعامل معه عن قرب. إذن هذه إضافة كبيرة جدا، وهذه من ضمن يعني مؤسسات التنمية أو أسس التنمية بالأحرى. تمام. لأن التنمية لا تتم إلا عن طريق توعية المجتمع المحلي. كلام جميل. ديجي، بالنسبة للدكتور أحمد طبعا فصل ومررنا بمراحل حتى وصلنا إلى الجمهورية الرابعة. يعني إحنا اليوم نتحدث في ظل الجمهورية الرابعة، وخلاص الحكومة مثل ما قلت الحكومة خلاص شكلوها، كلام انتهى. أنت قراءتك للحكومة اللي شكلوها طبعا شفتها وتابعتها وعرفت الناس اللي فيها هم مين. الحكومة اللي شكلوها اللي تشايفها دي، هل ممكن تلبي رغبات المجتمع؟ هل ممكن هذه الحكومة هي بالفعل دي حكومة الجمهورية الرابعة؟ أخي علي، أسمح لي أنه الجمهورية الرابعة مش نقول هي جمهورية رابعة فقط، هي جمهورية الشعب، جمهورية التشادي، الشعب التشادي، هي جمهورية البرلمان الممثل الشعب التشادي، هي جمهورية المنتدى تمام الشامل لإصلاحات الدولة. دي قرارات أخرجت يعني من صميم الشعب التشادي. تمام. الحكومة شكلت بتلبي جميل، لأنه نحن من 1959 مرينا ب 20 بريمير مينستر، 20 رئيس وزراء. صحيح.
بدنا أبي سهلبة صحيح، فيها هارون كبدي، فيها موسى فكي، فيها جمران قادة ناجي، فيها ألينجي، فيها دكتور نور الدين دولا كاسلا، فيها وفيها 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 صحيح. كان في وساطة صحيح. كان في وساطة بين الحكومة وبين فخامة رئيس الجمهورية. الوساطة دي بقت ما في. زمان المثل الناس بيقولوا جاي من فوق، ما في حاجة اسمها جاي من فوق تاني، دي حكومة بتاعت عمل وحكومة فيها إضافة الساعات العمل. وتقصد بها الوساطة يعني رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء ما في، ما في رئيس وزراء، في رئيس جمهورية بيسمع احتياجات شعبه. تمام. في رئيس جمهورية في يده دستور خارج من الشعب الكادي، ما في دستور يعني عمله لنا إنسان برا، ده دستور شاركوا فيه الشباب والمرأة والمجتمعات، تطبيق تطبيق عمل بعد ده. فعشان ده لو لاحظت إنه طالب بزيادة ساعات العمل، ما في وزير بينوم، ما في حكومة بتنوم صحيح، ما في زول وسيط عشان يخفي على أساس إنه يقول الحكومة بتنوم، هو بنفسه ما نايم، هو بنفسه قال يا أخي أنا بعد ده بشيل مصلحياتي. فعشان ده الحكومة دي ناجحة، ناجحة فيها شراك بالنسبة للمرأة. لما نقول مرأة في الشباب، المرأة في الرجال، في الشباب مشاركين بنسبة كبيرة شديد، في شباب في في الحكومة صحيح، عندهم القوة وعندهم القدرة، ما حيناموا صحيح. وبعد ذلك ما تنسى إنه فخامة رئيس الجمهورية وعد إنه المنتدى هيكون كل سنتين، ما في شغل منتهي لغاية 4 سنة ولا 5 سنة، سنتين صحيح، نجتمعوا في بلدي كينز تاني بنفس الطريقة، بدينا الصلاحيات على أساس إنه ننقض أي عمل طلبناه. المنتدى عنده 6 نقاط، الست نقاط ده في فترة السنتين نتكلم عنه صحيح، هل نجحت ولا هل نجحت ولا ما نجحت. بعد ذلك هو بيرجع لنا في كلامنا نحن كشعب كادي. تمام. فعشان ده في جمهورية رابعة فيها تمثيل للرعى، نحن بلدنا البدو عندنا الثروة الحيوانية، عندنا ثروتنا الكبيرة، الثروة دي كانت مخفية، الثروة دي بقت لها ممثل في في البرلمان. تمام. عندنا أخواننا القاعدين في الخارج، الدكاترة، المهندسين، الأساتذة النايمين في الخارج، مستغلين من دول تانية في الخارج، دول برضو بيجوا إنه ممثل في البرلمان. تمام. دول برضو بيجوا يعني بيساعدوا في الدولة. وممثلهم يطالب باحتياجاتهم. يطالب باحتياجاتهم. صحيح. بعد ده نحن عندنا الشباب، عندنا مؤتمر، عندنا منتدى شامل للشباب، وعد بها فخامة رئيس الجمهورية. صحيح. المؤتمر ده نتكلم في مشاكلنا بتاع الشباب، في احتياجاتنا بتاع الشباب، في رؤيتنا نحن كشباب في الدولة. تمام. الفرصة وبيسمعنا عليهم. كلام ممتاز. يعني من كلامك المفهوم منه كون الحكومة اللي موجودة حاليا التي شكلت حاليا تلبي رغبات المجتمع وجاءت وفقا لمخرجات المنتدى. تمام. أعزائي المشاهدين، نحن قابلنا بعض أو كوادر، بعض كوادر الحركة، حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، هم أيضا أدلوا بأصواتهم وآراءهم حول الدستور الجديد للبلاد وحول الجمهورية الرابعة. فلنشاهد معكم ونرجع نتابع هذه الحلقة، ابقوا معنا. نعم، هذا الدستور له أخصائيين وكل طبقات الشعب التشادي يلبيها بجميع أطيافهم، من السلطة التقليدية، من دور المرأة، من دور الشباب، من دور التسامح، من دور عدم التدخل في مشاكل الغير، حقوق الإنسان موجودة في هذا الدستور، القانون بجميع أزافره وتطبيقه 100% موجود في هذا الدستور، ولهذا هذا الدستور شامل وكامل ويعطي كل مواطن حقه في داخل هذا الدستور. فالرئيس بدور دولة يعيش فيها كل الناس سواسية، يعيش أبناؤها، يتبادل السلطة بكل حرية، يتبادل السلطة بكل شفافية، ليس دولة. وبعدين أجمل ما أطلقه التسامح، السماح الكامل الشامل لكل الإخوان الموجودين الآن في الخارج، النفوسهم ما زالت دايرين يرجعوا البلد إلى الصفر، قال لهم تعالوا البيبان مفتوحة لهم. ونقول لهم نحن أيضا من مقر حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، البيبان مفتوحة لهم والقلوب مفتوحة لهم، وبلدتهم منتظرهم ليجي للمشاركة، لنمشي سوا بدون تأخير، بدون أي فلان تركني خلفه أو كذا. وكل بلد يعني لازم يدور تشجيع وخدمة هنا أولاده،
كل يعني الشعب التشادي لازم تبذل جهدها وتقدم بإخلاص شان التشاد تكون أحسن من أمس وأحسن من عوال أمس وأحسن من اليوم ذاته. لما نحن كما بذلنا جهدنا وعملنا خدمة بإخلاص يعني مهما دستور نغيره مهما حياته حكومة نغيره مهما جمهورية الرابعة ولا خامسة ولا سادسة يعني ما بنقدر نغير أي حاجة. التغيير تجي مننا نحن هنا ولازم شعب التشادي كلها تكون يعني هي عاقلة وتعرف كيف يعني مصلحة هنا البلد. نشكره رئيس الجمهورية ونشكره رئيس المؤسسة الحركة الوطنية للإنقاذ في نحن قاعدين نطالبوا عن 30% وهو قال لنا من هنا لقدام وفي ديسكور حقه قال من هنا لقدام عن هنا ما داير نسمع طالبين هنا 30% ولا 45% أنا نديكو 50% يعني الباريتي. قبل كل شيء الباريتي ده هو من ياتو منا هو قال لكن فضل التطبيق. التطبيق يعني هنا ما نشوف نقول كي خلاص الرئيس انتعنا 50% لازم أنينا كله نعمله أي حاجة لا. لكن لما أنت تقول للزول تشيل الحمل التقيل وتقط له في كتافين لازم تساعده. ما نحن خلدنا مرقوا من الفروم ده وبعدين نقول لك أي كل واحد يقعد في كون ويقعد يكريتيكي. الكريتيك كونستركتيف ده ما عنده مشكلة. أنينا كل واحد عنده راية وده وطنه. ما وطنه نزول واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ده وطننا كلنا. كلنا مشتركين فوق لازم نلمه نشوفه كيف حاجة لتطور وطن. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مجددا. طبعا استاذ احمد دي الجمهورية الرابعة و سيادة المدير تحدث بالنسبة لرؤيته حول الحكومة الجديدة وحول ما قرأه حول الحكومة الجديدة. انت رأيك شنو في الحكومة الجديدة التي يتطلع اليها الشعب ويعلق عليها اعماله؟ هذه الحكومة الجديدة رؤيتك لها وقراءتك لها شنو؟ اولا كمشارك في المنتدى او في الملتقى الحكومه جاءت يعني فعلا كما وعد رئيس الجمهوريه بالجمهوريه الرابعه. كشاب نعم الحكومه ايضا جاءت يعني فيها شباب ما شاء الله ونحن يعني نامل فيهم الخير الكثير. كمراه ايضا يعني الحكومه الجديده فعلا جاءت تقريبا بأكثر من 30% من النساء شاركا في الحكومة. بس المشكلة أن الأمر الآن أو زي ما بيقولوا أهلنا الحنبول للوزراء الجدد. زين رئيس الجمهورية أو يعني وعد فأوفى. بقي هم الآن على كاهلهم أن يعني لابد من العمل بجدية، العمل بصدق، العمل بحرص على خدمة المجتمع الجديد. فأعطيك مثلا الآن مثلا زي يعني وزارة التعليم العالي حظيت بشخص فعلا هو من داخل البيت من أبنائها من داخل البيت ويعرف ما فيها يعرف ما في داخل هذه الوزارة. فالأيام القادمة يعني تنبئ بأن التعليم العالي سيكون في صورة أفضل مما سبق. أيضا في مشاركة كبيرة جدا للمرأة، يعني في مشاركة كبيرة جدا للمرأة، كما أن التقليد القديم للوزراء الوجوه القديمة التي أحدناها الآن لم تكن موجودة تظهر. فإذا هذه خطوة أيضا أو يعني أمل الشباب الآن أصبح يقوى، لأن يعني في السابق أنا يعني الوزارة لو ما فلان ما بتكون وزير. الآن بقى أي واحد ممكن يطمح حسب كفاءته حسب تفكيره حسب مقدراته حسب يطمح أن يصبح وزير ويشارك في التنمية في تشاد. إذن هذه واحدة. الشيء الآخر اللي هو يعني في نوع من يعني ما يسمى بأول الإدارة يعني. كما ذكر قبل شوية سيد المدير حامد جمنو يعني زمان كان في هناك وسيط ما بينك وبين رئيس الجمهورية. أيوة. الآن بقي المسألة مباشرة. أيوة.
كوزير مباشر تشتغل. إذن هذه يعني هذه أيضا يعني منفذ قوي لتقديم خدمات جوهرية وخدمات قوية للمجتمع. الشيء الآخر اللي هو أن وجود أناس في الوزارة حقيقة أناس يشهد لهم المجتمع ككل بالكفاءة. فهذه يعني شيء لابد منه. لكن نحن في التعليم العالي يعني نصب إلى أن يكون هناك يعني 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 انفتاح في التعليم العالي. بس علي اسمح لي أن أقول يعني الكدارسين بالعربي كنا نأمل أكبر من ذلك. يعني كنا نأمل أن الدارسين بالعربي يكون أو يكونون في الوزارة بأكثر من هذا الحجم الموجود. يعني في الحكومة الشقراء دي نعم. كانوا عندكم أمل أو أمل كبير جدا. عربفون كله موجودين كثيرين. يبقى يعني كان عندنا أمل يكون في. ما سأقول في عربفون. لا لا نعم موجودين لا 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 ننكر هذا. لكن كان أملنا يكون أكبر من ذلك. طبعا. صحيح. علينا أن نطمح. صحيح. إذا يبقى إذا. طمح حلال. إذا يبقى نحن يعني ذا كجانب ثقافة أو دارس بالعربي. يعني ده الشيء الوحيد الذي أريد أن أقوله تمام. هو أن لابد يكون تمام. أنتوا بتقول أنتوا كلكم اتفقتوا كونه أسا زمان في حاجز زمان الدوسية لابد يمر بالبرماتير برئيس الوزراء ثم يمشي الرئاسة. الآن الدوسية من صاحبه إلى الرئاسة على طول. يعني ده كله بيكون صحة له تسهيل كبير جدا. نعم. حتى بالنسبة للأوراق نعم. بالنسبة للأفانسيمان زمان لابد إلا رئيس الوزراء يوقع عليه. نعم. دي أيضا أصبحت إشكالية كبيرة جدا. نعم. نعم. في بعض الموظفين واحد يعني التوتيلاريزاسيون حتى بمشي رئيس الوزراء لو غيره بتانا الدوسية هيرجع وراء هيغيروا الاسم. نعم. يعني دي كلها أصبحت آية كبيرة جدا أزيلت الآن. أزيلت الآن. نعم. تمام. سيادة المدير بالنسبة لي أن إحنا طبعا انت كما قلت في بدايه حديثك ان احنا مرت بنا عتبات كثيره جدا ومررنا بمراحل كثيره جدا حتى وصلنا الى 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 الدستور الموجود حاليا. ان احنا كان عندنا تغييرات دستوريه حصلت في زمان لكن ما في زخم ما في الشعب ما ما ما, ما كان متفائل معها. لكن في هذه السنه وخصوصا في تغيير الدستور اللي موجود معنا حاليا في صاحبه زخم اعلامي كبير جدا زخم شعبي والناس كلهم متطلعين الى الدستور الجديد. السبب شنو؟ هل السبب الأزمة المالية هي التي جرتنا إلى أننا ننتظر نتائج الفروم عشان يخرجنا من الـ الأزمة اللي فيها دي ولا السبب شنو اللي السنة اللي خلى الزخم يكون أكبر من زمان؟ سيد أستاذ علي أسمح لي كان في الملتقى أو في اليوم الختامي فخامة رئيس الجمهورية أدلى بقرار شجاع وسليم هو القرار إعفاء كل المعارضة. أي إنسان معارض في الخارج في شنو إعفاء عليه. ده الخطاب على رئيس الجمهورية. ده خطاب على رئيس الجمهورية. ده كلام يعني نشيد به شديد تمام ونشكره به كثير. الحاجة الثانية في زخم إعلامي في 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 الناس منتظرين الجمهورية الرابعة. ما ده البرنامج السياسي ده ما الشيء اللي قالوا لنا رئيس الجمهورية وانتخبناه عليه مشينا صوتنا عليه بأقلبية صاهرة على أساس إنه قال لنا بيجيب لنا دستور تمام. ده شيء كان منتظر صحيح وبيقى يا أستاذ علي كعربوفون أنا كإنسان دارس باللغة العربية كنائب رئيس لمنسقية التطبيق الثنائي اللغوية أشيد بهذا الدستور دستور التشادي ده زمان الدستور التشادي كان باللغة الفرنسية باتجاه واللغة العربية باتجاه كله في محل واحد كلهم بيجن واحد يعني زمان الدستور الفرنسي مكتوب في وحدة وده مكتوب في وحدة أما الآن كل لمهم في كتاب واحد خلاص بيجينا سواسي تمام. بيجينا سواسي الدستور أدانا الحق إنه نكون سواسي من زمان وهسي طبقوا لنا الدستور سوا فشان ده الناس الزخمة الإعلامية في أحد العصر تغير العصر تغير في 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 أزمة مالية في أزمة مالية كانت فالتغيير ده لازم يحدث هسي حدث اتنفذنا لو لاحظت انه جلينكور امس كان الناس تقابلوا رئيس الجمهورية مشكلة جلينكور مشكلة سياسية كبيرة كانت لنا هسي تحلت هسي اتنفذنا سنتين تاني ما في انسان بيدفع عائدات البترول بيرجع لنا نحن في الخزينة العامة تمام في تغيير المؤسسات الألغية الكبيرة دي رئاسة الوزراء
فيها أكثر من 500 عامل. في ميزانية لرئيس الوزراء ثابت، ده هيرجع لخزينة الدولة، بيساعد يعني في تطوير البلد، بيساعد في تطوير المؤسسات الدولة. في مؤسسات ألغيت، هيئات كبيرة ألغيت، دي كلها عايداتها هترجع. صحيح. ف حتى ميزانية دراسة الناس الشيء الزحمة الإعلامية القاية رجوع شنو بدت. صحيح. رئيس الجمهورية قاعد يباشر العمل مباشرة مع الحقل السياسي، يقابل السياسيين ويتكلم معهم، بيقابل الجمعيات بيتكلم معهم، بيقابل الشيوخ التقليديين بيتكلم معهم، الشدة كانتو بيقابل، يعني حاجة أصلا ما كانت زمان في وساطات يعني في الوسط كثيرة. فالعمل هسي بدأ. صحيح. بدأ العمل يا أخي. الجمهورية الرابعة ممكن يعني ما تقول لي أنا ممكن أبالغ في يوم إمضاء القرار بتاع الجمهورية الرابعة ممكن يمضي في مكتبه. صحيح. لكن ده قرار بتاع الجمهورية بتاع الشعب زي ما قلت لك بتاع الشعب، يمضيه أمام الشعب، يمضيه أمام الشعب. تمام. شوف الناس اللي هناك مرورة كثيرين يا أخي، ما حصل في البلد. صحيح. رئيس جمهورية يجي يوقع لك قرارك قدامك أنت تشوفه بعينك، شفناه بعيننا نحن. صحيح. الشعب كله شافه. صحيح. يعني في حاجة ما كان حصل. صحيح. رئيس الجمهورية نزل لنا براو، دخل في وسط الشعب. صحيح. دخل في وسط الشعب وسلمهم باليد باليد، دي حاجة أصلا ما كانت بتحدث. فعشان ده الإمضاء كان في أمام الشعب والشعب كلهم مرقوا شهدوا هم بالفعل. احنا دخلنا الجمهورية الرابعة، دخلنا الجمهورية الرابعة، وفي نفس اليوم المطرة نزلت غسلت الجمهورية الثالثة. يعني انت شهدتها، يعني مرقنا من المؤتمر كذا نوصل البيت غسل لنا الجمهورية المصبة المصبة دي إشارة كونه الجمهورية الثالثة انتهت. يعني دخلنا صفحة جديدة، كان جديد. أعزائي المشاهدين، يعني احنا قابلنا بعض الشخصيات في البلد أو بعض المواطنين أيضا، وتحدثوا حول طموحاتهم أو حول الجمهورية الرابعة. فلنتابع معكم هؤلاء الناس ثم نرجع ونتابع الحلقة، يبقوا معنا. ومن ضمن الحلول كان خطاب رئيس الجمهورية أثناء البروميلغاسيون حق الدستور، بروميلغاسيون لأن لابد يدعو الدستور سائر مفعول يكون خلاص في الخدمة. خطاب الرئيس فيه نقاط أساسية، والنقاط الأساسية اللي هي الحكم الرشيد، اللي هي تغيير الحال الاقتصادية، تغيير وضعية المرأة، والعفو اللي كان ذكر. هذه الأشياء منتظرينها الشعب الشادي في الجمهورية الرابعة، لأن إذا نفذت على حسب برنامج رئيس الجمهورية حالتنا نحن في عدة أشهر نشعر بالتغيير، وفي 5 سنين أو أقل من ذلك هيكون التغيير عندنا أمر واقع. يكون التغيير عندنا أمر واقع. ليش؟ لأن على حسب مفهومي أنا كموظف في الحكومة، في خلال 3 أشهر إذا استعملنا مش العقول المليئة بس العقول الفعالة، إذا استعملناها في محاربة الفساد هيجيف الفساد لمدة 3 أشهر، لأن نحن ما نرجع لكي تقع الواقع أو نجي لإنقاذ الوطن. أننا قبل أن تقع السرقة أننا نكون حاضرين ونكون نمنع ذلك، وهذا ممكن بكل سهولة. المسألة الثانية وهي ذات الأهم، التجارة دي نعمل بها كيف؟ لأن البوند كوماند هو أساس السرقة، المشروعات الكونستركشن هي من أساس السرقة. نعمل زي ما في تونس، نعمل في يعني يكون عندنا برنامج في الحكومة بنادو برنامج سوق الدولة، يعني هو زي برنامج البوند كوماند في الدولة، يكون في وزارة معنية تشتري مباشرة من السوق، بدل يستفيد تاجر واحد يستفيد 100 تاجر، بس بصورة ما بتكون على 400% زي ما حاصل عندنا، يكون على 5% 10% فائدة للتاجر، والحكومة يكون يعني موارثها تكون سليمة مش تكون مسروقة. وفي برنامج الحسن ماشين فوق ده، انا مو جي بونس كي اللي يورا ان غران شانجمان، سي با سولما كاين شانجمان، ان غران شانجمان شيء كثير يخير. الأول نقوله بريزدان جانا من فوق وخرج جانا من فوق، وجانا كي بعد من الناس بخلوا أثوث بوجودنا خرر بقوله جاي من فوق،
والرئيس كل خبر ما عنده من لا نادم اللي ينفي زواهد بس كان شغل جاي من فوق نعرفه جاي منه فكان آخر كما جاي لكن ناس ما وايد بيقول شغل جاي من فوق وفوق هذا عنينا مستواك ما 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 يعني نعرف لين عنينا من هذا شغل بي كلام الرئيس الوايد بس هو بس ينتي أورينتاسيون وهو بس ينتينا أورينتاسيون في الأورينتاسيون هو أنتان هذا عنينا نسوه والبروغرام على حصة جاي في الـ في الـ في الـ في الكتاب الفريق ده أني الشعب التشادي بس قررنا فوقه وواجب أني بننفسه وما نمرق منه برا أنا شغل نطلب من الشعب التشادي رواهي بس أني حسا جينا في كتاب الفريق قلنا كأن ننسوا الفاتح كله في الكتاب الفريق نكون هو أني كأننا سوليداريتي عن بناننا والجمهورية الرابعة يعني تغيير لازم من هنا وقدام في الجمهورية الرابعة دي الأشياء دي تقيف الرشوة لازم تقيف النهب لازم يقيف كل شيء مخالف مع القوانين ومخالف مع القرارات التأخذها الحكومة لازم يقيف نطلب أن هنا من المواطنين بصفة عامة بصفة عامة خليه يغيروا سلوكهم كما نادى فوق الأخ الرئيس وكما نادوا فوق كثير من العقلاء يعني أن هنا دارين نفتح صفحة جديدة والصفحة الجديدة يعني معناتها قرارات جدد معناتها كان إنسان اختلص أموال الدولة لازم يحاكموه بطريقة صارمة كان إنسان خالف القوانين واللوائح الداخلية للجمهورية لازم يعاقب وبزيدة يعني ممكن نكون مثاليين وممكن نكون سند للجمهورية الرابعة عشان تدفع بينا لقدام كما يحبه رئيس الجمهورية وكما نحبه كلنا ندفع ببلدنا للأمام وإن شاء الله بعد سنتين ثلاثة تلاحظون كلكم تغيير جذري في كل الجوانب وإن شاء الله بفضله تعالى. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا. أنا طبعا قبل الفاصل أو قبل الفوكس بوب كان تحدثت سؤال أو طرح سؤال الزخم الإعلامي الذي صاحب تعديل الدستور عام 2018 يختلف عن تعديل الدستور السابقة السبب شنو؟ السبب شنو خلى المواطنين السنة دي مهتمين بتعديل الدستور أكثر من زمان؟ السبب شنو؟ السبب حقيقة أستاذ علي مشاركة الشباب لأن فيما سبق من مؤتمرات وفيما سبق من حراكات سياسية كان الشباب يعني مهمش بشكل أساسي. الآن ونحن في 2018 أن الشباب أصبحوا هم يشاركون ومباشرة في إدارة المجتمع الجاي. تمام. إذن طبيعي هيكون في زخم بهذا المعنى. الشيء الآخر أن التجديد والحداثة طبعا زي ما هو معروف أن كل جديد بيأخذ طابع مختلف. فإذن الجمهورية الرابعة ك يعني بدعة في المجتمع الجالي هذه يعني أعطت المجتمع والمفكرين وحتى يعني الناس في الأوساط المثقفة أن يهتموا بهذا الوضع. اسمح لي أضيف المشاركة المجتمعات أو الشيوخ التقليديين حقيقة كانت المسألة جوهرية لأن هو كسلطان أو كملك أو كشيخ أو كأو له أتباع صحيح فأتباعه يريدون أن يفهموا مشاركة هذا الشيخ في الجمهورية الرابعة فكلهم اهتموا بمتابعة الوضع فهذا من جانب من جانب آخر المجتمع الجاهلي حقيقة الآن يحتاج إلى منفذ للخروج من الأزمة المالية التي يعيشها نعم صحيح فالكل الآن معلق آماله على الحكومة الجديدة تمام هذا أكرر هذا القول تمام الكل الآن معلق آماله على الحكومة الجديدة لخروج المجتمع من هذه الأزمة صحيح وأنا متأكد تماما أن الاختيار الذي تم هيغير كثير في صحيح. في حياة المجتمع الشيء الآخر اللي هو أن الشباب وهذه رسالة أوجهها طبعا للحكومة الجديدة أن الشباب الآن ينتظر وبشفق الدخول في إدارة الدولة
فإذا وزير يعني وزير الوظيفة العامة على كاهله ثقل كبير جدا. إعطاء فرصة للشباب في الدخول، كما أن وزارة الاقتصاد ووزارة التربية ووزارة الثقافة كل هذه الوزارات، وما تنسى مع وزارة المالية والقروض الصغيرة وغيرها، يعني لابد أن تعمل بجد لفتح فرص للشباب. تمام، فتح فرص للشباب. فتح فرص للشباب دي ممكن نضع تحتها خطين عريضين ونسأل حول الأزمة. يا جماعة نحن نتكلم في الحلقة، نحن ما ناس محللين ولا محللين اقتصاديين، دي قراءة للمشهد بصورة عامة، سواء القراءة دي صادفت أم لم تصادف. بالنسبة لنا نحن الآن دخلنا في الجمهورية الرابعة، والناس كلها منتظرين من الجمهورية الرابعة تخرجنا من السيزميزيري، تخرجنا من الكابوس اللي الناس اللي عاشتها الفترة اللي فاتت. انت قراءتك شنو للمشهد في المستقبل، وخصوصا لو 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 الموارد اللي انت ذكرتها قبل شوية، ذكرتها الثروة الحيوانية، الموارد الزراعة، موارد المعادن، دي لو استغلنا استغلال سليم في ظل الجمهورية الرابعة ممكن نخرج من السيز الميزير ومن نوظف الشباب عشان في الدولة؟ نعم، ونحن خرجنا من الأزمة المالية، تمام، خرجنا من السيز ميزير، خرجنا من المشاكل اللي كلها في يوم إمضاء الدستور الجديد. الدستور الجديد يعني المطر اللي نزلت أصلت كلها. تمام. فالتمثيل، التمثيل يا أخي، الإنسان لما يشاركك في تمثيل قرارك أو في تمثيل مستقبلك بتخرج من أي شيء. في لا مركزية، في لا مركزية يعني مطلقة. صحيح. الشيف ده كانتو بيهتم بالكانتو حقا، السلطان بيهتم بسلطنته، العمدة البلدية المختار من الشعب. يعني عندنا فرصة إنه نختار عمد بلدياتنا، في مستشارين لعمد البلديات، دول ناس مختارين بالنسبة للشعب، معناتها يخدم الشعب. دي بتخرجنا في فونسو بيبليك، في وظيفة عامة محلية. الولايات أدوهم فرصة على أساس إنه يعني يعمل وظيفة عامة في الولاية. الأولاد القروا، عندنا جامعات في الولايات، عندنا جامعات كثيرة، الناس القروا المرقوا في ولايتهم ممكن يتوظفوا. يعني كل ولاية توظف شبابها في 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 فرص كبيرة. تمام. عندنا التمثيل في البرلمان، هو الكادين في الخارج وفي الداخل، عندنا الكادين الريف، عندنا الناس البدو، عندك تمثيل في البرلمان. ده كله اختيار، يعني ما رئيس الجمهورية بيختار، ما وزير بيختار، الشعب كله بيختار بانتخابات صريحة حرة شفافة. حرة وشفافة. صحيح. دي بتخرجك انت من كل الازمات الفيه. عندنا زمان الازمه وقفنا في جلينكور، المشكله بتاعت جلينكور انتهت، وجدوا لها حل، الاموال زمان ماشيه في محل ثاني بترجع للتنميه. اثنين، عندنا قضاء في غضاء للردع الناس اللي بيبعثوا باموال الدوله. رئيس الجمهوريه وعد بانه يكون في غضاء، في اصلاح في الغضاء، ما في ظلم. لا كلام ممتاز جدا. أعزائي المشاهدين، طبعا أنتوا كلكم وإيايا أو المواطنين اللي تابعوا الجمهورية الرابعة وشافوا الدستور الجديد، إن صراحة متطلعين إلى تغيير جذري سيحصل في تشاد. حول هذا أيضا قابلنا بعض من أفراد الشعب التشادي في نقاط مختلفة، سألناهم حول الدستور وحول ما تقول إليه البلاد، فلنتابع معكم هؤلاء الناس الذين تحدثوا ثم نرجع ونتابع الحلقة. يبقى معنا. الدستور جميل جدا، وكل النصوص نصوص جميلة ومبشرة وقوية، ولكن المحك يصبح في أو يبقى في التنفيذ والتطبيق، وكل الناس يعملوا في رئيس الجمهورية الذي خبره المجتمع التشادي وخبر السياسة المحلية والدولية والعالمية أن يخطو خطوات جديدة بهذا الوطن نحو الأمام، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة قضايا تتعلق بالإنسان التشادي نفسه، الإنسان التشادي الذي عاش في تلك الفترات ظروف صعبة جعلته ينظر لمصلحته الشخصية. ويجب أن نبني الإنسان التشادي أولا، وبناء الإنسان التشادي لا يأتي إلا بتوفر العدالة وتوفر الشفافية والنزاهة.
وإضافة إلى التعليم. الدستور الجديد فعلا كل المؤسسات يعني عندما تنشأ في إطار المؤسسات اللي كان في إطار الدستور السابق، يعني خلال هذه المرحلة يعني تم تقييمها والمهم مدى جدواها، وبالتالي الآن نحن لدينا مثلا موضوع التخطيط الاقتصادي الجديد للدولة، وبالتالي لا بد من إعادة الأمور كل إعادة النظر في جميع الأمور السابقة، ومن ضمنها المؤسسات ينظر إليها من عدة جوانب. يعني أول حاجة المؤسسات في حد ذاتها، إذا كانت هل المؤسسات مثلا لديها جدوى مثلا تساعد في إطار مثلا أهم شيء التشريعات، هل تتلائم مع الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، هل ستكون مساعدة في دعم الاستثمار وأجلة التنمية وغير ذلك. هناك بعض المؤسسات التي إن كانت موجودة ولكنها يعني لا تعد ذات جدوى، فبالتالي يعني بالضرورة لابد من هذه المؤسسات، يعني إذا كانت استمراريتها مجرد إنفاق أو زيادة نفقات لا زيادة في نفقات الدولة، فمن الأحسن أن تمها مثل هذه المؤسسات. انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة وهي الجمهورية الرابعة، فنعمل أن تطبق هذه القوانين والدساتير التي أجهزت من قبل الجمعية الوطنية. أننا في جهة عندنا أزمة تطبيق وأزمة تطبيق قوانين، فإذا طبقت هذه القوانين يمكن أن تخرجنا مما نحن عليه. هناك اختلاسات بتحصل في الدولة، وهناك يعني سوء إدارة. نتمنى من الجمهورية الرابعة أن تمحي كل هذه أنواع الظلم والفساد الموجودة في جاد. بالنسبة للدستور الجديد، أرى أنه يعني إذا كان طبق في الواقع في أرض الواقع يلبي طموحات الشعب التشادي، يعني هذا يعد شيء جميل. وإذا كان يعني يعد حبر على ورق، يعني هذا الشيء لا أعتبره يعني يلبي طموحات الشعب. أرى أنه ممكن يجدي ويؤدي إلى تطبيق القوانين الموجودة في الدستور الجديد، وينتقل بنا من مرحلة التقليدية إلى مرحلة التطور والمواكبة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا. دكتور، بالنسبة لنا رئيس الجمهورية في خطابه الختامي أو خطاب التوقيع على الدستور، شدد في خطابه وقال إن مختلسي أموال الدولة واللي بيتعاملوا مع الرشوة ستكون ضدهم حرب بلا حوادة، والكلام ده كرر عدة مرات. في ظل المؤسسات القضائية الموجودة حاليا، في ظل المفتشية العامة للدولة، هل يمكن اقتلاع جذور الناس المفسدين في الدولة والناس الأكلوا ونهبوا أموال الدولة وبنوا فيلل، وبعض منهم الآن حتى الآن ما زالوا يعبسون بأموال الدولة؟ أولا اسمح لي يعني أعرج نوعا ما بمسألة الاختلاس والفساد، هي مسألة تربوية نوعا ما. الإنسان الذي يعني يؤمن بالقيم، يؤمن بحق الآخر، الإنسان الذي يعطي يعني فرصة ألا ينتهك حق الآخر، هو لا يحتاج إلى محكمة أو محاكمة. لكن مع ذلك يعني ليست يعني كل المدن فاضلة، صحيح، كما تصورها أفلاطون. ففي داخل المدن في هناك شواذ، اسمها لنا نسميها شواذ أو جنوح. فالشخص الذي يجنح إلى مثل هذه الأخطاء يجب أن القانون يأخذ مجرى. يعني لو يعني كل يعاقب على فعلته لما تكررت الفعلة. فإذن وفعلا زي ما رئيس الجمهورية في خطابه أوعد المجتمع التشادي أن كل من سوي له نفسه لأكل المال العام لابد أن يعاقب. فهذه يعني محمدة، وهذه يعني خطوة تترك أو تجعل من المجتمع التشادي أن ينعم بحياة رفاهية. لكن مع ذلك نحن دوما نطالب بأن يكون هناك الوازع الأخلاقي. الوازع الأخلاقي هو الحكم، وهو الذي يمنع الشخص من أن لا يرتكب مثل هذه الأخطاء.
فده يحتاج مننا دوما الى ان الاعلام، وانتم بالذات في الاعلام، يعني بس يعني برامج لها علاقة بتنمية الوازع الأخلاقي وحب تشاد. نحن الآن عندنا مشكلة كبيرة جدا، يعني الذي يأكل والذي يختلس والذي والذي تفقده الوطنية. صحيح. فأنا أنا أقصد أن الشخص الذي يعني هو يفكر في الاختلاس، هذا الشخص المفترض يعني يعطى جرعات أخلاقية قبل أن يختلس، أن يفكر ألف مرة بأن إذا كان يختلس هذا حق عام. صحيح. مع ذلك لابد أن يفكر 100 مرة أن العقاب أليم. تمام. يجب علي أن يفكر قبل أن يقوم بالفعل أن العقاب أليم. نحن خلاص أوشكنا إلى نهاية الحلقة. شنو اللي انت شايفه المطلوب من الوزراء الجدد، وخصوصا الذين دخلوا الوزارات جدد، شنو المطلوب منهم يعملوه عشان حتى نستطيع ان نقول ان احنا بالفعل دخلنا الجمهورية الرابعة وبالفعل استطعنا ان نلبي رغبات الشعب؟ شنو المطلوب منهم ان يقوموا به؟ التغيير لابد منه. اي وزير لابد من انه يغير، لكن يفكر في تغييره. الانسان اللي بيعمل هو مجاله في الحكومة الرابعة. تمام. الانسان اللي ما بيعمل ما عنده اي مجال، لأنه ساعات العمل مضافة، فخامة رئيس الجمهورية متابع الأشياء هو بنفسه، وإننا مؤتمر كل سنتين، نحن كلنا مرصدين لها، هنقيم، إننا وصايات قدمناها، إننا فرصة أدونا كشباب نشاركوا، إننا فرصة كرؤاء أدونا لها نشاركوا. صحيح. إننا الشيف دا كانتو هم قاعدين بيشاركوا عملوا، إننا وظيفة عامة في الولايات، أي إنسان بدلي برايه. صحيح. بدلي بفكرته في محله، فشان ده ما بتخيل لنا حكومة سهلة بتمشوا فيها كحكومات الفاتت. أصلا الحكومة اللي موجودة مش حكومة سهلة، وحكومة مختلفة تماما، وحكومة الشعب برجو منها أمل كبير جدا. كلمة أخيرة لأن الوقت خلاص انتهى. لا مجال للكسل، لا مجال للا وطنية، لا مجال للاختلاس والتفكير في الاختلاس. يبقى إذن الحكومة لابد أن تنبني، والوزراء يبنوا على أن كل من لا يقوم بعمله ليس له مجال في الجمهورية الرابعة. وصية للشباب ننهي بها العلاقة. وصيتي أقول إنه نحن الشباب فخامة رئيس الجمهورية أوعدنا وأوفى بعهده. أوصي كل الشباب على أساس إنه يكون على قدر المسؤولية. خلي أي واحد لما ينوم يقوم يشيل التوصيات عن المنتدى، يشوف عليها التطبيق، لأن التطبيق بدأ في أشياء كثيرة طبقت. اليوم الباريرات كلها ما في. صحيح. في وسط البلد بارير ما في، تهوم زي ما تدور، تمشي زي ما تدور في وسط بلدك، لكن من تخرج في المخرجات يكون في تفتيش، يكون في محطات في المداخل المخرجات، معناتها في تواصل بيناتنا. ما في أي خوف في الليل النهار، ما في الأمن 100%. فشان ده التغييرات بقت كثيرة، يعني ما في سيبي تاني وقفاني، ما في سوبريفي سواني، عندك زول ممثل لك يا أمدة. الأمدة انت انتخبته، الزول تنتخبه، لابد من انه الناس ينتخبوا الرجل المناسب في المكان المناسب. يا جماعة لابد الناس ان ينتخبوا الرجل المناسب في المكان المناسب. طبعا الجمهورية الرابعة لو قلنا بنتكلم فيها كلامنا كثير جدا، والحلقة زمنها محدود. نرجو ونتمنى من الحكومة الجديدة، وهذا عمل كل الشعب، وهذه تطلعات كل الشعب، أن يكون هناك في تغيير جذري. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا نشكر ضيفي فيها، وهما الأستاذ حامد جمنو جمعة، مؤسس مكتب الدراسات والاتصالات لكوادر الحركة الوطنية للإنقاذ، والنائب الثاني لمنسقية التطبيق الثنائية اللغوية في جات. أشكر لحضورك معنا. شكرا لك. كما نشكر الدكتور أحمد زقلو، أستاذ محاضر بجامعة أنجمينة. أهلا وسهلا بك دكتور، وشكرا. شكرا لك. أشكركم على حسن المتابعة، وسنلتقي بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، ودمتم في رعايته. شكرا.